كابتن مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو بنرحب بحضرتك كابتن ازي حضرتك وانا سعيد جدا ان انا مع حضرتك ومع في قناه اون تايم سبورت انا عايز اشكركم جدا على التغطيه والمتابعه للالعاب الفرديه بجد حاجه محترمه بشكرك جدا ان حضرتك استضفتني النهارده يعني احنا بنشكرك على النتائج الجميله اللي عاملها الجودو المصري في الفتره دي وعايزين كده نطلع نشوف تقرير للجودو المصري على الطريق الصحيح خطوات حثيثه وجاده يقطع الاتحاد المصري للجودو برئاسه مرزوق علي نحو استعاده الامجاد والانجازات بفضل خطه وضعها الاتحاد للتواجد دوما على منصات التتويج في المستقبل القريب. تهدف خطه الاتحاد لخلق جيل جديد من اللاعبين في مراحل الناشئين والشباب وتمكينهم من رفع العلم المصري في كافه المحافل الدوليه من خلال الإعداد الجيد والتجهيز المميز، وبدأ الاتحاد في حصد الثمار من خلال مشاركة مميزة لنجوم منتخبنا في بطولتي افريقيا للناشئين والشباب واحتلال المراكز الأولى بجدارة، وشهدت بطولة افريقيا للناشئين فوز منتخبنا بالمركز الأول وكأس البطولة بعد حصد 14 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية وميدالية فضية وبرونزيتين من بينهم خمس ميداليات نسائية لبطلات منتخبنا. وفي الشباب توج منتخبنا أيضا بالمركز الأول وكأس البطولة بعد فوز لاعبين بأربعة عشر ميدالية متنوعة بواقع ثمان ذهبيات وأربع فضيات وبرونزيتين في ظل منافسة قوية من المنتخبات المشاركة نتائج منتخبات الجودو لم تتحقق بالصدفة بل جاءت بعد تخطيط وقرارات في صالح اللعبة وكانت البداية. تعيين الاسطورة محمد رشوان في منصب رئيس جهاز المنتخبات ويعاونه ابطال اللعبة حاتم عبد الاخر ومحمد علي ومحمد محي وهم ابطال قدموا الكثير للمنتخبات المصرية انجازات ونجاحات حققتها منتخبات الجودو خلال الفترة الاخيرة وميداليات توج بها ابطالنا في بطولات دولية وقارية ويبقى الهدف الاكبر والاهم هو اعتلاء منصات التتويج الاولمبية في باريس 2024 حاجه تدعو للفخر بصراحه بدايه عوده امجاد الجودو المصري ونرجع كده للاستاذ مرزوق تقييمك للمشاركه الاخيره في بطوله افريقيا الناشئين والشباب والنتائج ما شاء الله طبعا اكتساح تقريبا اه الهدف من الناشئين والشباب دلوقتي احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا احنا تولينا المسؤوليه في في اخر شهر 12 فاول ما جينا احنا كان عندنا مشكله ان كان عندنا الاربع ابطال اللي هم الستار بتوعنا اللي هم كنا شغالين بيهم بقى لنا 10 15 سنه الناس دول بطلوا مره واحده مظبوط هو رمضان درويش ومحمد علي ومحمد محي وحتى عبد الاخر وإسلام الشهابي فالناس دي بطلت مرة واحدة م. وما كان احنا عندنا فجوة ان احنا ما انتبهناش للموضوع ده من بدري يعني الناس ما انتبهتش ان احنا لازم نعد جيل واتنين وتلاتة عشان لما الناس دي تبطل لازم يكون في ناس وراها وما تحصلش الفجوة دي احنا من يعني كان لازم نشتغل بسرعه وناخد القرار بسرعه ان احنا لازم نبني اجيال جديده تشتغل لمنتخب مصر وللجود المصري لمده 10 15 سنه ابتدينا نبني منتخبات جديده اللي هم الناشئين والشباب ابتدينا عملنا بطولات الجمهوريه لجميع الاعمار ابتدينا نكون المنتخبات كان عندنا فكره يعني هي مش جديده بس احنا حبينا ان احنا نطبقها هنا في مصر ان الناس اللي بطلت جداد دول دول لسه هم لسه لسه مبطلين فريش ولسه عارفين بره ايه اللي بيحصل وهم ابديت للكل اللي بيحصل في العالم بزبوط. فاحنا ليه ما نستغلش ان هم لسه رجليهم ويبتدوا يشتغلوا ونبتدي نطور في في ادائهم كمان انا عجبني حاجه بصراحه يعني لما لقيت الاسطوره محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات طبعا حكم دولي طبعا, طبعا. طبعا بعيدا عن رشوان كقيمه وقامه طبعًا في في الجودو يعني على مستوى العالم في مصر طبعا حاتم عبد الاخر محمد علي محي يعني انت جبت زي ما حضرتك بتقول وده اللي انا دايما والله بناشد بيه حتى كل الاتحادات بطلنا الاولمبيين والابطال الدوليين وابطال العالم الناس دي لما تبطل يا ما تقعدش في بيوتها لا طبعا عنده خبره كبيره عنده طبعًا شايف سافر كتير عارف كل يعني على الاقل حتى ممكن تلاقي لعيبتنا تلعب مع لعيبه هو بيلعب معاها طبعا مظبوط لا واحنا عملنا كمان حاجه تاني بجانب ان احنا عينناهم احنا لازم نديهم الخبره خبره التدريب الدوليه كمان دورات تدريب الاتحاد يو. الدولي كان عامل دلوقتي عامل كورسات تمام. ان هو إن, ان ان الناس تاخدها المدربين ياخدوها عشان في 2023 لازم يكون المدرب حاصل على الكورس ده تمام. اول ما هم احنا عينناهم في المنتخب قعد فورا رحنا اشتركنا في الدورات اللي هي بتاعه الاتحاد الدولي وهم دلوقتي شغالين فيها من ساعة ما دخلوا عشان خاطر لما يوصلوا لنهاية الكورس يبقى معاهم شهادة معتمدة إن هم مدربين معتمدين خدوا اطلعوا على كل الأحداث اللي حاصلة بره وكل الجديد في عالم التدريب وفي نفس الوقت هم شغالين مع المنتخبات. تمام فاحنا اشتغلنا على الجزء العلمي إن احنا شغلناهم في, ال... في الدورات بتاعة الاتحاد الدولي وفي نفس الوقت هم أوريدي فريش ولسه مبطلين ولسه عارفين اه الأساليب اللي كانوا بيتدربوا بيها في, ال... في المعسكرات الدولية. كويس. ابتدينا نكون طبعا في خطوه اساسيه عملناها ان احنا جبنا الاسطوره كابتن محمد رشوان، كابتن محمد رشوان هو موضوع كبير جدا، الراجل ده هو بيدي لما يكون اللاعب صغير ويلاقي قدامه كابتن محمد رشوان طبعا اللي العالم كله بيتكلم عليه وان هو ادى مثل في الاخلاق هو البطل يعني اه ميداليا بس البطل اللي هو عمله كابتن رشوان هو فضل في ذاكره الناس من ساعه الميداليه الاولمبيه لغايه النهارده عشان عمل عمل مستقبل كمان هيتكلم عنه طبعا صراحة. طبعا يعني مش ما فيش حد هينسى الكلام ده فاحنا اول ما جينا احنا رجعنا الناس الكبار والاساطير بتوع الجودو احنا عندنا مبدا اساسي احنا شغالين بيه التخصص وتقسيم العمل تمام. التخصص ده ان نجيب كل واحد بيعرف يعمل ايه ونحطه في المكان وكل واحد ياخد الحته بتاعته يشتغل فيها كويس. فاحنا المنتخب كابتن محمد رشوان حضرتك الرئيس جهاز المنتخبات والمشرف العام على المنتخبات القوميه كويس ابتدى هو يشتغل في الـ في 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 جزء المنتخب عملنا البطولات الجمهوريه وطلعنا العناصر اللي حققت ميداليات ابتدينا نشكل المنتخبات م. ابتدينا بعد كده نشكل اللجان بتاعه الاتحاد اللجنه الفنيه اللجنه الفنيه جبنا كابتن عماد السيد ده راجل بطل عالم ولاعب اولمبيات وبقى موجود لجنه المدربين اللجنه العلميه اللجنه لجنه الحكام تمام لجنه الحكام احنا عندنا مدير التحكيم الافريقي هو موجود اصلا هو مصري فانا ازاي يبقى هو مدير تحكيم افريقي ما يبقاش مدير التحكيم في بلده مثلا صح فاحنا ابتدينا جبنا مدير التحكيم الافريقي بقى هو التحكيم مدير التحكيم في مصر كويس ابتدينا خلاص ابتدينا خلاص المنتخبات اشتغلت وابتدينا نستعد للبطولات كان لازم ندخل تدريجي لان زي ما قلت لحضرتك احنا لسه بادئين واحنا كان هدفنا اللي كان معلن من البدايه لما قعدنا مع معالي الوزير في البدايه قلنا له حضرتك احنا بنبني منتخبات جديده فاحنا هنحتاج وقت شويه عشان ال... نرجع لمسارنا الصحيح احنا مش بنقول ان احنا عملنا انجاز تاريخي لا احنا عملناش انجاز تاريخي احنا عملنا احنا رجعنا ماشيين دلوقتي على المسار الصح تمام. في طريقنا لتحقيق اهدافنا فاحنا ابتدينا ان احنا نعد المنتخبات دي وابتدينا نشترك في اول بطوله كانت عندنا اشتركنا في بطوله البوسنه دي كانت آآ اوبن آآ اوبن آآ روبن كاب ورحنا واشتركنا وعملنا مدينتين ذهب محمد عبد الموجود ويسري سامي وعملنا ميداليتين برونز عبد الغني والاول مره كانت بنت فرح ان هي تحقق في بطوله دوليه من فتره كبيره فكان توجهنا برده في البدايه منتخب البنات كنت لسه حضرتك في الموضوع ده ان احنا فعلا في الجودة للسيدات احنا مش على التراك خالص ما يعني ما كنا بزبط. كناش موجودين اصلا وكانش فيه اهتمام بالبنات ولغايه فتره قريبه قبل ما نبتدي نحقق النتائج في ناس كانت بتلومنا احنا ازاي نصفر بنات قلت لهم يا جماعه انا توجهي مديله البنات سهله ان احنا نعمل في مدينة بنات بس تمام. البنات لازم تاخد قدر كافي من الاعداد عشان اقدر اطلب منهم نتائج بزبط. لكن انا ما بصفرهاش معسكرات وما بصفرهاش بطولات واجي اقول البنات ما تحققش طب ما هتحقق ازاي ده اللي كنت بتكلم فيه حتى في الانترو عن منتخب بنات الشباب في كرة اليد والتخوف من زمان احنا ليه ما عندناش منتخب رجال وكان ناس كتير بتقول بنات قصدي منتخب كبير في البنات وناس كتير بتقول لك انه مش هيعملوا زي منتخب الاول مقارنه دايما بالرجال يعني فانا شايف ان في بدايه للتوجه كده اون تراك على دعم منتخبات السيدات احنا احنا ده, ده كان عندنا توجه ان احنا اشتغلنا في نفس احنا مش هنقدر طبعا 100% يبقى هم نفس الدعم اللي بياخدوا الولاد تمام بس لازم يكون نسبه وتناسب انا لو بدعم 100% في الولاد فانا لازم ادعم 60 70% بنات عشان يبقى في تناسب فاحنا وجهنا الدعم احنا قلنا يا جماعه احنا بطوله افريقيا شباب وناشئين احنا هنطلع فول تيم في ولاد وفي بنات فالبنات بقى عندهم حافز ان هم يتمرنوا لو لكن انا لو ما كنتش اعلنت الموضوع ده من قبل ما كانش هيتمرن جيت كمان انا يعني عملت معسكر دولي في كرواتيا طلعت كمان معاه بنات فالبنات بقى لا ده احنا ده الموضوع بجد ده الموضوع فيه اهتمام بالبنات كمان. كويس فالبنات طلعوا معسكر كرواتيا معسكر دولي وفيه ابطال دوليين ابتدت البنات يبقى عندها حافز. لما رحنا بطوله افريقيا شباب وناشئين لو حضرتك احنا احنا بنلعب بطوله فرق فبطوله الفرق عندنا مش ولاد لوحدهم وبنات لوحدهم احنا م. عندنا بطوله الفرق عندنا ميكس. ولاد وبنات مجموعه النتائج للولاد والبنات فاحنا البنات بقى عامل اساسي معانا فما نيجي نقول مصر خدت اول افريقيا شباب وناشئين فرق م. يبقى لازم اقول ان البنات كانوا عامل اساسي ان هي كسبتنا البطوله طبعاً دي طبعا طبعا ف... فده كان دي برده حاجه من اللي احنا هدفنا اللي احنا نشتغل عليها ان شاء الله باذن الله آآ آآ المستقبل احنا احنا مشكلتنا في الوقت احنا بقى لنا شهور شغالين الناس من من كتر الشغل اللي احنا بنشتغله واحنا يعني لسه عندنا كتير فالناس فاكرين ان احنا بقالنا مده كبيره احنا كل اللي بقالنا بقالنا ست شهور ست شهور دي يعني احنا عايزين وقت كافي عشان خاطر نوصل للعالميه احنا ده هدفنا احنا هدفنا اه افريقيا هي طريق يعني خطوه في الطريق للوصول العالمية تمام. بس مش هو ده نهايه الطريق بتاعنا احنا بنبص لميداليا عالميه وميداليه في الاولمبياد دي محتاجه وقت طبعا تأكيد. طيب سؤال كده هل يتم تعيين مدير فني اجنبي بدلا من الروسي طبعا الخواجه الراجل ده انا عايز اعرف حكايته لان الراجل ده قال لك انا رحت الاتحاد وشيك ما كانش جاهز بتاع الفلوس ومش عارف ايه وبتاع فالموضوع ما دخلش دماغي بصراحه لا انا قلت ده الراجل ده معروض على عرض وعايز يمشي من مصر حضرتك احنا رحنا بطوله البوسنه طيب رحنا بطوله البوسنه أنا عايز اعرف التفاصيل تمام ايه حكايه الراجل ده وازاي ليه مشي فجاه هل اتعرض عليه عرض من بره انا هقول لحضرتك التفاصيل والموضوع هيبقى واضح جدا يعني أوه. الموضوع ان احنا الراجل ده احنا تعاقدنا معاه ده راجل البطل اولمبيو وجي اشتغل مع الفريق وابتدى يتعدى فحددنا اول بطوله احنا قلنا نبدا البطولات بطولات تدريجيه نبدا البطوله مش لازم نلعب بطوله يعني عالم مره واحده أوه. أوه. فاحنا رحنا لعبنا البطوله بتاعه البوسنة عملنا ميداليتين ذهب وعملنا ميداليتين برونز فالنتائج طبعا هو شاف الموضوع كبير وهناك احنا لعبنا لعبنا فيه ابطال كتير كانت موجوده في البطوله آه المفروض ان هو مرتبه بيطلع كل اول شهر واحنا ملتزمين معاه جدا. تمام الفتره بتاعة بطوله البوسنه دي كان فيه تسعة ايام اجازه في في العيد آه. كان احنا سافرنا في العيد اصلا تمام فكان فيه اوريدي احنا كانت الاجازه دي كبيره كان فيه تسعة ايام اجازه فهو رجع تقريبا يوم 10 الشيك طلع يوم 11 ففوجئنا انه بيقول لا انا عايز غرامه تاخير عشان خاطر اليوم اليوم ده انا عايز غرامه تاخير شهر. فانا قلت يعني الموضوع يعني عادي طب خلاص المره الجايه الشيك هيطلع في ميعاده بس احنا كان عندنا اجازه عيد وقال لا انا ماليش دعوه بموضوع الاجازات دي مش مشكلتي وانا مش انا كمان ال ال الشهر الجاي انا مش عايز اقبض شيك انا عايز اخد فلوس ف ما هو حاجه اسمها كده هو ده سيستم بتاعنا ان احنا لازم تاخد شيك وخلاص الشهر الجاي قال لا انا مش هقدر مش هقدر اتمرن غير ولا هقدر ادخل التمرين غير لما اخد شهر الغرامه يعني احنا اوريدي ادينا له الشهر بتاعه اللي هو اشتغله اه فقال لا انا مش هقدر اتمرن فاحنا حسينا ان الموضوع لا مش بيكلاك. موضوع فلوس ولا موضوع اصلي انا لو اتاخرت عليك شهر مثلا أوه. هقول ممكن لكن انا اول ما اسمع ان حاجه ان انا اتاخر عليك يوم في مرتب تطالبني تقول لي انا اخد شهر غرامه وعايز امشي فكان في حاسس حسيت بتلكيك طبعا يعني بعد أوه. النتائج اللي حصلت هناك ممكن يكون احد الدول مثلا شاف ان النتائج دي كويسه وهو فرق مع المنتخب فخلاص احنا احنا مصر انا يعني ده كلامي معاهم قلت يا جماعه احنا احنا مصر واحنا دوله كبيره جدا اللي هيقدر مصر واللي هيحترمنا وعايز يشتغل معانا تمام اللي مش هيقدر مصر ومش هيحترم تاريخنا لا خلاص احنا مش يعني مصر مش هتقف على حد والله كابتن يعني عايز شهر هو على كل يوم تاخير أوه. في مدربين بره اقسم بالله بيقبضوا كل ست شهور <تصفيق> <تصفيق> مدربين في دول تانية آه طبعا كل ثلاث شهور كل اربع شهور ما هو هو ده اللي كانت المفارقه أوه. اللي احنا ما قدرنا ما قدرناش نستوعبها حتى السبب اللي هو قاله ما كانش سبب مقنع اه فما يعني فما هو ده اللي ما قدرناش نستوعبه هو لما اتقال الموضوع انا قلت لا في حد عرض عليه عرض طبعا و... حد ممكن يكون شايف ان احنا طالعين الراجل عمل شغل كويس معانا في الفترة دي عندهم خامات هيضربونا فاسحب رجله غريه انا توقعت كده انا دي دي برضو ده ده تفكيري وده اللي انا حسيته لان السبب ما كانش مقنع تماما انا يعني سبب مقنع لو اتاخرت عليك شهر او شهرين تمام. فانت حرك لكن موضوع يوم ويومين و... وانت اوريدي كنت في بطوله اصلا وفي اجازه عيد آه. يعني انا في اجازه عيد طب انا هعمل ايه ما انا لو في اجازه لو مش في فتره اجازه انا هتفرق معايا ايه في من يوم واحد ليوم آه اليوم 11 اه 11 مش هتفرق تمام طيب. طيب الخطه بقى اللي جايه لباريس 24 انا عايز بصراحه هل ممكن نحقق ميداليه في باريس 24 انا هقول لحضرتك حاجه بكل صراحه وموضوعيه وبالمعطيات اللي موجوده مش هنزعل لو قلنا على فكره عادي احنا لا لسه احنا بنبني احنا هدفنا 28 مش 24 وده امر طبيعي جدا ممكن يحصل لان احنا لسه بنعد منتخب شباب هل في خطه فعلا للصعود على منصة تطوير باريس 24؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا الإستراتيجية بتاعتنا والخطة بتاعتنا إحنا بنستهدف نقطتين أساسيتين يعني تمام 2026 أولمبياد الشباب اللي هي في السنغال و2028 أولمبياد 2028 تمام دي نقط أساسية إحنا شغالين عليها وعندنا ناس إحنا محددينهم هم دول اللي هنشتغل عليهم للنقاط دي 2024 إحنا أوريدي عندنا يسري سامي ده راجل خد أول أفريقيا كبار ستين كيلو هو جونيور أصلا وعنده تسعة سنة الراجل ده إحنا بنعده إن شاء الله للأولمبياد عشرين أربعة وعندنا محمد عبد الموجود ده راجل بطل ولسه واخد أول بحر أبيض وهو عنده يعني مجموعة خبرات لو إحنا اشتغلنا معاه من هنا عشرين أربعة هو اللي ممكن إن شاء الله يكون أمنا فيه ان هو يكون موجود وعندنا بطل تاني عبد الرحمن محمد علي ده وزن 81 كيلو بس هو دلوقتي عنده رباط صليبي خلاص قدامه شهرين ان شاء الله يرجع م. وعندنا آآ عندنا آآ علي حازم وعندنا عمر رملي الناس دي احنا بنشتغل ناهلهم بس ان احنا موضوع المدليه انت عارف حضرتك موضوع المدليه عايزه شغل وانا ما اقدرش اوعد او حضرتك ان احنا نقدر نجيب مدليه ما اقدرش اوعد بكده دمين. بس انا اقدر اوعد حضرتك ان احنا هنظهر بشكل كويس في الاولمبيات وان شاء الله لو التوفيق معانا وان احنا كنا في يومنا في انت عارف حركه الموضوع الميداليه يعني ليه عوامل كتيرة مش موضوع انت ممكن تكون حركة لعيب كويس جدا ومستعد كويس جدا بس في يوم البطولة ما تكونش في يومك مثلا مظبوط ف... لكن احنا كاستعداد لا احنا هنستعد كويس جدا وهنكون هنظهر بشكل كويس جدا وان شاء الله يعني اللعيبة تظهر بمظهر يليق بمصر طبعا ده بطلنا محمد عبد الموجود و اليبون اللي رمال اللاعب ايطاليا لاعب ايطالي في الفاينل بتاع بحر ابيض بحر متوسط اه يعني امل مصر كبير في محمد عبد الموجود مش بنحمله في طاقته ولكن لعيب كبير قوي يعني, يعني بصراحه يستحق كل الاحترام حتى في بطولات الجراند سلام بيعمل شغل حلو قوي لعيب كبير قوي وعبد الموجود يعني لعيب متكامل لعيب خلقا من احسن الناس اللي ممكن حضرتك تتعامل معاهم كفنيات جودو هو بيلعب كل فنون الجودو آه الراجل ملتزم جدا آه منتمي للوطن بطريقه بطريقه غير عاديه آه محترم آه لعيب جودو كبير آه في, في البطولات حقق ميداليات كتيره لمصر في البطوله دي على فكره هو برضو يعني الميداليه دي مهمه جدا بالنسبه لعب موجود ليه لان احنا اول ما جينا احنا ما لحقناش نستعد لبطوله افريقيا تمام فهو راح في بطوله افريقيا كان مصاب وخسر في بطوله افريقيا فبعد البطوله قلت له عب موجود ولا ولا اي حاجه دي ميداليه راحت منك مفيش مشكله بس اشتغل على نفسك ودوس على نفسك ربنا هيكرمك راح بحر ابيض احنا سافرنا باثنين لعيبه تمام احنا رحنا سافرنا باثنين لعيبه جبنا ميداليتين معنى كده ان احنا مش شغالين مش بنطلع لعيبه وخلاص لا احنا عارفين مين يروح فين ويكسب ولا ما يكسبش بناء على خطه موضوعه وبناء على عارفين البطوله دي مين اللي يقدر يسافر ومين يقدر يحقق وده اللي عجبني بصراحه انا دايما بقول خير الكلام قل ودل آه. لعيبة ميداليتين ذهب وبرونز انا كده انا كده انا رايح بالاثنين جبت اثنين اه وده دايما حتى ما كنت بقوله في ال... في العاب الارقام يعني مش هقول في العاب طبعا. النزال العاب النزال شويه زي ما حضرتك بتقول ان ممكن النهارده لو انا لاعب صغير ممكن يجيلي بطل عالم مش في يوم اكسبه طبعا ب... برميه بغلطه منه غير العاب الارقام كنا بنتكلم فيها بان لما يكون لاعب عندي صاحب المركز الثالث عنده فرق بينه وبينه ثانيتين او ثلاث ثواني طبعا في مسافات القصيره لا هسفره اعمل بيه ايه؟ فأنا النهارده لما اصفر اثنين لعيبه اجيب مدليتين جودو كده سلاح كان كده في الثلاث اسلحه مصر جابت ميداليات وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه دايما ف يعني بحييك على الفكر ده كمان شكرا حضرتك. طيب الخطه اللي جايه ان شاء الله بالنسبه لي انا الاول حاجه في انت ما قلتليش هبقى في مدير فني اجنبي ولا ان شاء الله باذن الله احنا الموديل. احنا يعني انت حضرتك عارف ان كابتن رشوان يعني في اليابان هو حاجه كبيره جدا طبعا فاحنا الملف ده كله الملف ده كله موكل الى كابتن رشوان فهو بيتكلم مع الناس في اليابان احنا يعني احنا المفروض ان احنا عايزين نجيب خبير ياباني لان احنا المدرسه بتاعتنا أصلا مدرسه يابانيه ومصر كان جالنا خبرة يابان كتيرة هما اللي عملوا الطفره في مصر والمدينه اللي جت لكابتن رشوان كان المدير الفني ياباني. كان راجل ياباني مزبوط. فاحنا احنا خلاص احنا المرحله اللي احنا التجربه اللي جربناها لا احنا لازم نرجع للمدرسه بتاعتنا المدرسه طبعا. اليابانيه فاحنا شغالين في الطريق ان احنا يجي لنا خبير ياباني ده و... طبعا بطلنا يسري سامي المدلة البرونزيه في بحر متوسط طبعاً. يعني آ... وهو كان يلعب فاينل عادي جدا لأنه هو لسه كان كسبان التونسي ده تمام في الفاينل بتاع بطوله افريقيا في الجزائر في نفس الصاله دي قبليها بشهر تمام بس هو يعني هو يسري سرح لمده ثانيه في الجولد سكور فخسر لكن اه هو يلعب فاينل عادي جدا غلطه بجون في اه طبعا في اه طبعا طيب نكمل ملف المدير الفني اه يعني الاحتمال كبير يكون ياباني ان شاء الله باذن الله تمام طيب على حد معين لا لسه معين او في يعني معين؟ لسه كابتن نشان بي بيتكلم مع الناس هناك المفروض هيتبعت سيفيهات وهنقعد ندرس بناء على اللجنه اللي هتبقى مشكله لاختيار المدير الفني وان شاء الله باذن الله قريب جدا يكون معانا باذن الله تمام ان شاء الله باذن الله, شاء الله. هنكمل كلامنا وكلام ممتع وهنشوف كده بعض الاسرار ولكن بعد فاصل قصير استنونا رجعنا ثاني والحديث مع الاستاذ مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو خدت تطوير المسابقه المحليه في مصر لاكتشاف اكبر عدد من المواهب طبعا للمنتخب المصري حضرتك احنا في حاجه ال... معينه احنا احنا بدانا الموسم اللي فات احنا الموسم اللي فات كان عندنا مشكله ان احنا كان البطوله كانت واقفه بقى لها حوالي ثلاث سنين ما فيش موسم محلي بيتعمل فاحنا اول ما جينا برده شكلنا اما شكلنا اللجان حطينا الجدول بتاع الموسم وقلنا يا جماعه ده موسم استثنائي احنا مضغوطين احنا هنبدا البطولات في شهر 2 والموسم عندنا لازم يخلص في شهر 6 فاحنا حطينا الجدول بتاع البطولات لعبنا جميع البطولات لجميع المراحل السنيه لعبنا بطوله 9 و10 و11 و12 و13 و15 و17 و18 و20 ودرجه اولى طبعا. لعبنا جميع المراحل السنيه احنا لقينا حاجه كويسه جدا حجم الاقبال كان غير طبيعي احنا اقل بطولة عندنا كانت في بطولة 12 سنه كان مشارك فيها حوالي 1400 او 1450 لاعب ان شاء الله بطولة 17 سنه في اسكندريه كانت كان حاضرها معالي المحافظ اسكندريه كان حاضر معانا حضر, حضر لاعب شارك في البطوله حوالي 850 او 950 لاعب كانوا مشاركين في البطوله فاحنا عندنا ميزه دلوقتي في الجودو حجم الاقبال على لعبه الجودو بقى كبير جدا احنا مستغلين ده ان احنا بنحاول ان احنا دلوقتي احنا هنطلع في الموسم الجديد برضو احنا ناقشنا الموسم الجديد و... وعملنا تصور للجدول وعملنا مؤتمر فني وناقشنا فيه الموسم واحنا كان عندنا تصور ان احنا لازم نبدا الموسم بدري عشان الناس ما تحسش ان احنا هنوقف ومش مش هنشتغل بنفس الريتم بتاع الموسم اللي فات واجهنا بعد المشاكل ان المدربين كانوا لسه طالعين من الموسم اللي فات ومضغوطين وصراحه انا بشكر مدربين مصر كلهم مدربين الجود والناس تعبوا معانا الموسم اللي فات بطريقه غير عاديه حطينا الجدول وهنبدا اول بطوله للرجال في يوم 24 8 اللي احنا فيه ده ان شاء الله وهنبتدي نستكمل الموسم اه احنا عاملين حاجه السنه دي ان ان البطولات مش في القاهره بس لا احنا هنعمل بطولات في القاهره وبطولات الجمهوريه هتبقى في كل محافظه عشان نقدر نروح لكل الناس كل الناس في جميع المحافظات لان احنا الابطال عندنا بيطلعوا من كل المحافظات مش شرط من القاهره تمام. فاحنا عاملين بطولات الجمهوريه السنه دي في جميع المحافظات كل اسبوع عندنا بطوله جمهوريه هتبقى في الاسكندريه هتبقى في الغربيه هتبقى في في بورسعيد هتبقى في المنصوره ها يعني هنروح نحاول نوصل لاقصى عدد ممكن يمارس الجودو احنا تمام. برضو مش هدفنا الـ الـ البطوله بس في رياضه للممارسه تمام ان انا دلوقتي احنا عندنا الشباب لو هو توجه فكره الى الرياضه انا عملت كده حاجه كويسه جدا للبلد لان انا وجهه نظري ان الرياضه دي امن قومي زي ما فخامه الرئيس بيقول دايما الرياضه امن قومي طبعا. وانا عايز اشكره جدا 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 في ظل التحديات اللي البلد بتواجهها والمشاكل الاقتصاديه هو ما بيسيبناش ولا معالي الوزير بيسيبنا ان هو نفس الدعم اللي بيجي للاتحادات هو هو وبيدعم الراضيين وبنسافر الاعداد وبنستعد للاولمبياد وبنعمل فرق شباب وناشئين فبجد احنا عايزين نشكر الدوله المصريه طبعا. ان في ظل التحديات اللي حاصله دي ان الدعم عمره ما تاخر ثانيه. كويس ده ياخدنا بقى لحاجه ثانيه دايما بقول لما يكون في بلدي يتنظم بطولات عالميه وبطولات كبيرة على جراند سلام مثلا بطولة عالم أنا بتكلم على مستوى الجودة يعني ده بيكسر حاجز كبير جدا للاعبين بتوعنا إن أنا بلعب مع أبطال العالم موجودين عندي هنا بشوفهم عرفت كل حاجة عنهم بدأت إن أنا خلاص كسرت الحاجز ده لما ألعب بطولة عالم برة وألعب أولمبياد الموضوع بيكون بالنسبة لي سهل مش صعب لأن طبعاً. قبل كده كنا بنتخض لما كان لعيبك كانت تطلع بره تتخض انما دلوقتي انا بنظم ممكن انظم أن بطولة عالم او بطولة جراند سلام بطولة جائزة كبرى في مصر هل في أه، توجه من اتحاد الجودو لتنظيم البطولات العالميه او البطولات القاريه في مصر الفتره الجايه طبعا طبعا احنا احنا عندنا بلان ان احنا ننظم هنا لان احنا خلاص احنا الدوله المصريه نظمت اكبر الاحداث العالميه في جميع الالعاب طبعاً. فاحنا اوريدي بقى عندنا سي في قوي جدا ان انا لما اقدم اي طلب لاستضافه اي بطوله عالميه انا مش محتاج اي ضمانات ولا اي حاجه ان انا هنظم كويس ولا لا لان بلس... انا اوريدي انا لسه عندي بطوله السلاح حاجه مبهرة انا نظمت كاس عالم هاند بول، انا نظمت كاس افريقيا كرة قدم، انا بنظم خماسي حديث بطولتين عالم، انا بنظم في جميع البطولات فاحنا خلاص بقى عندنا سي في احنا نقدم في اي بطولة ناخدها، بس احنا برضه لا دلوقتي بقى الموضوع اختلف كمان يا كابتن ان اي دولة بتعتذر عن اي بطولة احنا بناخدها تعالوا لا إحنا, احنا موجودين وجاهزين احنا جاهزين وبننظمها يعني على اعلى مستوى اه يعني احنا بنعمل الحاجه بنعمل حاجه صح جدا مزبوط. وده حاجه احنا ما كناش بنشوفها قبل كده ان احنا احنا كنا بناخد بطولات قبل كده بس كان بيطلع فيها مشاكل وغلطات لكن الحاجه دلوقتي لما بناخد حاجه لازم تطلع صح جدا احنا بنشوف الحفل بتاع افتتاح اي بطوله العالم كله بنلاقيه بيشير كل الحفل بتاعنا مظبوط فاحنا احنا بنبص للحاجه فروم اي تو زد ان احنا بنعمل الحاجه صح جدا فاحنا هدفنا في الاتحاد احنا احنا عندنا بطوله افريقيا 2024 دي المؤهله للاولمبياد دي موجوده في مصر هتبقى احنا هننظمها ان شاء الله تمام وده حدث كبير جدا <applause> ان بطوله افريقيا قبل الأولمبيات. بتبقى بتنظم في مصر لان بيبقى عليها المدينه الذهب بتبقى ب 700 نقطه تمام فان هي تبقى عندنا قبل الأولمبيات دي حاجه كويسه جدا احنا هنطلب استضافه طبعا في اوبن افريكا هنطلب استضافه في 2023 وعندنا احنا المفروض كان رئيس الاتحاد الدولي كان هيجي لنا هنا في مصر في شهر في شهر ثلاثه بس هو الحدث اللي كان جاي له حصل فيه اتاجل فاضطر ياجل الزياره لغايه شهر 10 والمفروض ان احنا هنقابله في بطوله العالم هنطلب منه استضافه جراند بري او اي حدث هو يديه ان احنا نستضيفه في مصر واحنا كدوله احنا مستعدين لاستضافه اي حدث عالمي يعني. كويس قوي طيب نطلع بقى من الجودو شويه نروح للسومو اه طيب مدينه تاريخيه عملها عبد الرحمن السيفي في دوره الالعاب العالميه الاخيره حصل موقف انتشر على السوشيال ميديا و ناس كتير مش فاهمه طب الراجل كسب واحتفل ايه المشكله في كده وبتاع اوكرانيا قبلها كان احتفل ف ممكن انا متابع سومو شويه وعارف يعني حتى متابع البطولات في اليابان ومع المنتخب عبد الرحمن شعلان طبعا اسونا اراشي زي ما بيسموه في اليابان طبعا ده كان خد كوزون على ما اعتقد آه هو طبعاً. طبعا في اليابان ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ بص حضرتك الموضوع كبر جدا آه. الموضوع بس هو الموضوع كان يستاهل لإن الموضوع متعلق بميدالية ذهب ما جاتش لمصر قبل كده تمام ورفع علم مصر وعزف النشيد الوطني. اه والماتش اتعاد تاني. احنا ]ك. احنا احنا كنا مشاركين في البطولة دي بأربع لاعبين. اه، أربع لاعبين احنا في أول يوم للبطولة احنا اشتركنا بثلاث لاعبين. عندنا في حد وصل سيمي فاينل وخسر وعندنا حد إبراهيم في دور الستة 16 خسر وعبد الرحمن الصيفي. تمام عبد الرحمن الصيفي كان بيلعب ده الميزان من أقوى الموازين وأوكرانيا المفروض إن هي في الميزان ده الثلاثة اللي بتشارك بثلاث لعيبة في الميزان ده والثلاثة كلهم أبطال عالم تمام آه صيفي وصل فاينل وبيلعب اللاعب الأوكراني اللي هو بطل عالم مرتين قبل كده أو ثلاث مرات آه الماتش آه اتلعب هو طبعا هو بطل كبير جدا الصيفي كسب تمام الحكم أعلن أن الصيفي كسب فالصيفي طبيعي عمل الاحتفال اللي بيعملوه لعيبة المصارعة اللي بيعملوه لعيبة كرة القدم اللي بيعملوه بعمل عمل الاحتفال أوه. احنا فوجئنا انا كنت المفروض أنا, انا انا رئيس ال... الاتحاد الافريقي للسوم أوه. فانا متواجد قاعد وجنبي سكرتير الاتحاد الدولي للسومو تمام ففوجئنا ان الحكم بي... بيغير النتيجه ان اللاعب الاوكراني هو اللي كسب م. المدرب اعترض بطريقه غير عاديه اللاعبين اعترضوا بطريقه غير عاديه جميع الناس المتواجدين جوه الصاله من جماهير اعترضوا بطريقه غير عاديه احنا احنا مش عارفين السبب تمام الماتش وقف الحكام متجمعوا سكرتير الاتحاد الدولي راح لهم تداولوا <applause> قالوا ان الماتش يتعاد انا ما كنتش بس في حاجه <applause> عشان بالنسبه للسومو على, مشت... على ال... في اليابان طبعا السومو البروفيشنال المحترفين في اليابان ممنوع رياكشن بعد ما تفوز ممنوع رد فعل وشك ما تغيرش الابتسامه ما فيش ابتسامه ممنوع وده في قانون السومو المحترفين محترفين اه طيب تختلف في الهواة اه طبعا طيب عايزين نعرف نوضح برضه بدليل مم. بدليل حضرتك ان ان في لاعب روسي في بطوله عالم قبل كده عمل نفس الاحتفال وما خدش اي جزاء تمام اللاعب اللي هو اللي حصلت في ماتش انا هكمل بقيه الاحداث اللي حصلت تمام. وارجع مم. لحضرتك في ال 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 الحكام اجتمعوا واتفقوا على ان الماتش يتعاد تمام الماتش اتعاد عبد الرحمن الصيفي كسب تاني الحكم كسب اللاعب الاوكراني تاني الناس اعترضت تاني واحنا اعترضنا تاني رجعوا للفار لا رجل اللاعب الاوكراني لا عبد الرحمن الصيفي كسب الماتش تمام. خلاص خلصنا وجينا في الـ في في المراسم بتاع تسليم الميداليات انا كنت بسلم الميداليات هناك مم. خلصنا تسليم الميداليات اللاعب الاوكراني اللي هو كان في نفس الماتش بتاع الصيفي رجع على الدويو تاني وعمل نفس الاحتفال هو المدرب بتاعه اللي الصيفي عمله خلصنا احنا احنا ما خلاص اليوم انتهى وخلاص احنا اه خلاص روحنا الاوتيل وكله يعني احنا كنا انا كنت قاعد في الاوتيل الرسمي بتاع البطوله رؤساء البعثات قاعدين في الاوتيل الرسمي بتاع البطوله واللاعبين قاعدين في الجامعه اللي قاعد فيها جميع اللاعبين اللي في تمام. طبعا احنا فوجئنا تاني يوم احنا احنا في اليوم ده كان عندنا ثلاث لاعبين لعبوا واليوم الثاني كان عندنا لاعب واحد بس اللي هو لسه ما لعبش اللي هو حسام ويحق للثلاث لاعبين اللي لعبوا في اول يوم ان هم يلعبوا في الميزان المفتوح تاني يوم تمام فاحنا كان عندنا تاني يوم لعيب واحد هو اللي ما لعبش فوجئنا الساعه 11 لقيت سكرتير الاتحاد الدولي بيكلمني انا كنت عايزين نعمل اجتماع الاحتجاج اللي حصل امبارح الناس كانوا زعلوا جدا من طريقه الاحتجاج والموضوع تصاعد واللاعب بتاع النهارده مش هينفع يشارك في, في اللي هو البطل بطل كل الاوزان اه اللي هو الأوزان المفتوح اللي الناس كلها بتلعب فيه آه قالوا لي احنا كن في احنا كنا مسافرين في نفس اليوم ده الساعه 2 الفجر بالليل تمام فبلغوني قالوا لي احنا مش اللاعب ده مش هيقدر يشترك لان طريقه الاعتراض امبارح كانت ما تصحش والناس كانوا مستائين من طريقه الاعتراض قعدنا في الاجتماع الفني عبد الرحمن آه. فضلنا في الاجتماع حوالي ساعتين الموضوع خلاص كان شبه منتهي ان احنا ما ينفعش نشارك في في اليوم الثاني تمام الناس بلغوني ان احنا لازم نغادر اللعيبه لازم تغادر المكان اللي هم قاعدين فيه في الجامعه النهارده واحنا اوريدي كنا مسافرين في نفس اليوم اه فتواصلت مع اللعيبه انا جم قعدوا حجزت لهم غرفه في الاوتيل اللي انا قاعد فيه آه قعدنا لغايه الساعه 2 قعدنا 7 8 ساعات وتوجهنا للمطار ورجعنا ده الموضوع اللي حصل كله بالتفصيل يعني تمام كنت لازم اسمع من حضرتك برضو علشان نوضح الصوره عامه في الموضوع السوم الموضوع انتشر وكان فيه المشكله كانت كبرت ولكن زي ما حضرتك تقول طبعا في المحترفين ممنوع الاحتفالات في السوم وفي المحترفين ولكن في الهواء الموضوع بيختلف وحضرتك قلت قبل كده وبشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده انا سعيد وعلى جداً. كل التوضيح في كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها انا سعيد جدا واخيرا كده تمنياتك للجودو المصري ان شاء الله انا تمنياتي للجودو المصري بالترتيب ميداليه في بطوله عالم وميداليه اولمبيه أكبر قاعدة أكبر قاعدة ممارسة تبقى تكون موجودة في الجودو أنا بنصح كل كل حد عايز يمارس رياضة يمارس لعبة الجودو لعبة الجودو مش موضوع رياضة بس لعبة الجودو بتعلم الأخلاق لعبة الجودو بتنمي المهارات أي حد عايز ابنه يتعلم رياضة رياضة ويتعلم الأخلاق ويكون بروميسينج إن هو يكون بطل لعبه الجودو يعني هتكون الانسب لي انا متحيز للجودو فلعبه الجودو هتكون أنسب لي باذن الله. اكيد كابتن مرزوق علي شكرا جدا على اللقاء الجميل ده وكل التوفيق للجودو المصري ان شاء الله ونشوفكم على منصات تتويج الاولمبيه والعالميه ان شاء الله شكرا اعزائي المشاهدين بعد هذا اللقاء لا سالما ان اشكركم تقبلت حياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.